بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب وقول صدني صدحات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وعند كسو جري جهاتك فضائشي سو شيخ السوودي رحمة الله تعالى عليه، وحين كتشو الرام في حديثك أنا السومة، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن فتى من أسلم، أنا سبحان نبيك كوري عليه الصلاة والسلام أما قصة ورنا إياه أن فتى من أن يراه ومن أسلم قيس رأى أسلم كذا شيء قيس أنصاريت قيس أنصاريت وأسلمينتو أسلم إنه أقصى ابن حارثة مجلس الوشيء ويل كارل يرضى إنه أسلم ابن أقصى ابن حارثة لورنجريب على الشيء قال وحوري وذات كاسي يا رسول الله رسولك إلهي إني أريد الغزو دولان بندوني إن أندوله هو عندما المسلمين تقال هذا كوب حي أن رعى أن ربا وليس معي من هيسته ما أتجهز به وحان صحيح كردكتو وحان كديار قروبو جهاز ما هيستو بمعنى صحيح دي سفر كسي سعود يسو سعود بمهلي كرو ايو قاديد كيبا. قال النبي حر عليه الصلاة والسلام ائتي فلانا هبل اتق الانساري وان اسنى انصاريت فإنه قد كانت قد تجهز فمرض. نبي حر عليه الصلاة والسلام ننك هبل ليلة انصاريت اتق محايا إليه فإنه قد كان وحوها تجهز مد ديار قروبي سهيدي سي قاديد كيسو هبكي سي ديار صدي وكدوري لها فمرض وابكوذا وحنون صدي. رواية حديث كولية فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام عاد كتر هذا نبي وكسو سلام يي تدبنا وعاد كتر هذا وحياة ديار ستين أنا أقول ريش بالنبي كوير فأتاه ذات كان رأس لمبا أتقي أنساري فقال وحيري ننكي رأس لم الفتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إله يقرئك السلام نبي قوى كسوه السلام هاي ويقول وحيونا كلية هاي أعطني أنا إسيه أقول ريش الذي أقبك يا ألبتي تجهزت به أديار قريستيو إن تكدو شاء الله تلقى شيء. قال وحر وذاتك حنون صنايا أنساري يا فلان حاسك سيب الله الله يا فلان هبلوي أعطيه سي وذات كان الذي ألابت يا سهيدي يا قاديدك تجهزت به أن ديار صدين كتلقى لي إن كدو له ولا تحبسي عنه هكا حنبين هكا قرين شيئا وحبها كريب لما أنت كوريتش فوالله الله قد أردت لا تحبسي منه شيئا وحبك ما قريس أما كما حن ابتدوحي أنو أن ديار صدي ما داموا ننك هذا وسن كدو لين ننك كلها وضسين وحن سيها ضد استرى هذا فيبارك لك فيه ولغو بركي لغو بركي نيبور هذا وحكا حن ابتد كربتو لغو بركي ماي كو ريتش دمانتي راه مسلم عيك دم استر كيسو كدب وذات كي باصون نقضي وإنما الله نكو أنو تغي صلاة دي وان قرسي وحو ديار صدي سهي دي سورنا وإيقو سورجي واتا واتا ورقاص النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله أنه دو كافة إذي بو نرو أنه وكافة إذو خير بان قطوصي أجر بان ميشا كهلي ولكن رأى أسلم ياد دري صوبانها دري وحو دري سحابي ديار قروبي وحنون صدي مركن نين كانت تدب بحيينا أجر كيسب ولاية صوبنا وطل ماما وتصوخ وفرفيقينا أجر كيسب ولاية مركز نبو حول الدال على الخير أما علمت أن الدال على الخير كفاعلي شدا سوي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني اللحيان إلى بني اللحيان هي اللحيان بوال ليلة هذا يمان دب بضانه هذا خير درم بيها يواجد بابا إسلام الله كواجد مسلمين توارد باتين نجدي حقا سيدنا الجري مش عصفان لا يدري أدواي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وحود ري إلى بني لحيان أو بني لحيان ومنه ذيل وقيس ريه ذيله قيس عبد الله مش متقدش الراس كان مذوي فقال صبر وحود ونمنك دلي سحابة طبنك أهيت النبي وود ريز سهنك إلى ألد طبنك هي عاصم بن ثابت الأنصاري أمير كوها مركز دمار لقى قبن جري خوي بن عدي يو سحابي زيد بن دثنا إياط عبد الله بن طارق رق الطبنكة أها يوم الرجيع أما سرية الرجيع لو يقان دبك الطبنكة سحابي ساسا اللي قد لي تطبنها دي ماشي بي كل دنتين نينا مركي حركين تلا فرطة وخيانة دي أركي بي يودا قال لما ولد لي نينا دحضو قصي دنتي لبنا وكي مكين تي جيين أي كي يبتني ريما كو مركي ريما كان أي قصاصتين وحي قصاص كل شيء خوي بن عدي بكميتها تقرنا يسان قصاديس رقي هو يمركا قويس كان مكر نبي يقول كار غوستو ومسلمين تو غاهي اليود ربي مركا عيدا بودري فقال سبحان حل لي انبعث هبحو من كل رجلين لبد النمب احدهما متكوت هكبحو والاجر اجر كما شاء الله هلنا بينهما ودحيا لبد ان المسلمين مركا هل ان هبحو سيد هل اسكو دورو غايد كان اسكو دور نينا ريرك يا عرورته هسي الى لي رواه مسلم اجر كو ودريدين وي جدا صحابي حنون صدي نينكي را اسلم اي اجر كو وداغين نبي يقول أجر وقه عليه الصلاة والسلام وفي رواية له رواية مسلم إليه وحاكوت مد ليخرج هبحه من كل رجلين لبض النمبا رجل إنها كبحه ثم قال للقاعد نبي مركز وحو قاعد كيجري ننك هارا هاي إن دولين إن هيرك يعرض سيلا إن لي أيكم كيني خلف الخارج ننك الدولي كسي السماء في أهل أهل كيزي ومالي هنتي ديسة بخير وناق يسفي عن أسر دقا كان له حو أهانا مثل نصف أجر الخارجي كيب حي أجر كيس أجر كان نسكي بوليه وحديث كورا كو عدينها يوكي نبي كيب حي إيو كي جو غيبا أجر كميشا لغيها لوا وذليهين والأجر بينهما ورانا حديث رات صومرتين ننكي روح دولة يلقبالية برقنتالي إصهاية الدرا إنو أجر رميشتنا ليه هاي ننكي دولين وأجر لا يمد كونك كالي أجر كيسة وحبا وسن كان نسقى مني وإنك سوى مري حديث كامرك ظاهر كيسو قولي وحوار كيين وكوري مانا ما وحبا ظاهر كموري مانا يي حديث ورول لم يديه ولم معنا يي هاي أجر كميشا كي مادة مجموع هوي كي هراي إرهر كي سفي عنوسي دقالين يي كي دولي اسكو دركو دي أجر كي واكالا قوصنا يوم كادي بقول درجة الله سيئو كان بقول بهلا يوم كا هادي كون درجة لا يقرا كنا كون درجة لا يقرا ياوي لأن كان واد عمل خير ولا يمد نين كان نوح كود ولا رهركي يا عرورتي يا هوان كبير كودي هاجا جنتو دي بايلا دودي وحاس واتتبنا يا مركوا واسونا واد ونين دول فقد غزا اجر كي ماشي كصوب حي واسلاك كي سنه ياوي اجر كي مرك الله في ريمك هادو شن بقول اها اما اوكون اها او كان شان بقول لا سي كان شان بقول لا سي وحاد مودا ميد ولبا كلا نسكي انو قات كلا با نسكي انو قاتاي معناها سا لو جيد ما اها اجر كي واخ لاو غوينيا معناه دو ما اها وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال وحول الصحابه اتى النبي النبي وحا او يمد رجل نبا مقنع لو قريه لو دبوله مقنع اي مغطى قناعنا أسل كيسو وحي هاقو أدهو قتال ليد هذا مغفر كي هلمت كي مضح الله قشده إيه وجهك إيا لا مضح الله قوقر صدا قناع أسل كيسو يهي واقي دنبانا نيو البوسفي عن أولا بيسان أوهو بيسان وساندي ملتر سفي عن أوه مقنع على إسكيد هذا أتى النبي النبي حاوي من رجل مقنع كهاقوغا أما القوقر شب الحديد هب هب وي حديد يعني وحلو جدا كوفيد براد هلمت كي حمبور بيت سيفتي سي ورن كي سي وحو دن غاشان كي وانا بيرو قريسو نيكا ربا ري انصاريت بو اها رجل كا اسغا وايد مسلم ولي قوس لا يدا من بني النبيت ايو كد شي نيكا سي روايت كو عادين واغ هوري ان بدن بي صحابو اي قرابدي سو اسلام كا كو قلقاليان اوو ييرن وي كري وايين وي دقاچين وايين فراي كا قادين اسك دايين فقال وحول مالك دم يا رسول الله مالك وحد بو يمد
asagoo safar ku maqnaa buu soo galay beertiisa ku maqnaa markaas wuxuu magaalada uu cidla ah ay haween iyo caruur basa dhooban yihiin markaasuu ilmaadeertay aw maxaa la yidhi quraysh iyo carabba ay soo gaashaan burso soo duushayo uxud bay aadeen oo dagaal baa meeshaa laga filhayaa wuxuu waa gunnimo inaan guri ku haro iyadoo tolkay duulay faraskiisii iyo hubkiisii wuxuu dhan buu si fiican buu u labaystay nin geesi ah inuu ah fil jahliya aad u dagaalamo la yaqaan socodku socod ilaahay wuxuu ku aadiyey ciidanka nabigu uu la joogay buu ku aaday nabigu marka la hadlay faqaala yaa rasuulallah ila qalbigiisa ilaahay islaannimo geliyey faqaala wuxuu yaa rasuulallah rasuulka ilaahay ow uqaatilu ma dagaalamaa aw uslimu sawaan islaama ma dagaalkan wax ka galaa oo hadhow baa towxiidka ii qaban mise waan towxiidsadaayo kadib baan dagaalamaa su-aal fiican su-aal fiican qaala wuxuu yihi subanuhu aslim islaam aslim hogaansa horta bal towxiidka la imo jihaadku waa cibaadee ha kaa asaxii horta islaam uma qaatil dagaalano diinkaada difaaco fa aslama ninkii baa islaamay ansaareed uma qaatala waa dagaalamay faqutila waa la dilay asagoo weliba ay naf xilla ku jirto ayaa markii la urunayo shuhaadadii iyo dhaawacii la gurayay bay ansaari soo dul istaageen markaasay dhaheen war ninka sahibal ma ahaa oo madiine iyo dhulkii baanu kaga soo tahay asagoo gaalay goormo meeshan yimid asagoo nafir ku jirto markaasay la hadleen waxay dhaheen ma hiilo annagaad noo soo hiilisaad u timid u dagaalantay ood u dhimatay mise islaam jacayl iyo iimaan baa ilaahay qalbigaada ku tuuray wuxuu yihi bal raqbatan fi lislaam jacaylaan diinta jeclaada baan u imide waxba idinkiidima soo helinin waana islaamba iska leexda buu kadib markuu intaa yihi wuu naf baxay fa qaala rasuul rasuulka ilahi bay markuu u sheegeen wuxuu yihi mar horeba ninkuu ii yimid miya idan ka warqay mnaba alla waa ninka waa ninkan ka samiraye maantun baa ilaahay hidaaye siiyow magaciisa camr ibnu thaabit baa la yidhahdaa saxaabigan saxaabigan camr ibnu thaabit baa la yidhahdaa usayrimna waa lagu naanaysaa usayrim min bani cabdilashal qoyska ansaareed buu ka dhashay magaciisu laakiin waa camr ibnu thaabit usayrim iyo camrta waa hal nin fa qaala rasuulullah rasuulka ilahi wuxuu yihi camila qaliilan wax yar buu la yimid oo cibaada camila camalan qaliilan camal yaroo saalixu la yimid wa ujira kahiiran in badan iyo ajir weynna waa la siiyey muttafaqun calayh wa hada lafdu lbukhaari lafdigaani waa lafdigii bukhaari wey qisuu leeyahay marka wuxuu kusii daray markuu nabiga la hadlay nabi allow miyaan islaamaa mise waan dagaalamaa markaasuu nabigu yihi islaan oo dagaalan wuxuu nabi allow dagaalkan isaga haddaan ku dhinto anoon salaad tukanin hal salaad masaasaan jannada ku galahayaa ilaa salaada meesha muslimiinta ka joogta wuu ogaa wuxuu meeshan dagaal baa ka socda anuna waa diyaar garaysnahay marka haddaan intaan towxiisado oon ashahaato haddana meeshan aan ku shiida anoon ilaahay hal ragcad oo la imanin xaalkayga ka waran nabigu jannaad galaysaa buu yihi calayhi salaatu wasalaam faqaatala faqutil sidaasa ahayd abu hurayra marka xadiidkan uu arko wuxuu dhihi jiray waa addoon aan weligii ilaahay u sujuudin jannadana ku dhufleynahay addoon aan weligii ilaahay u sujuudin hee xaqanna jannada ku dabaalanhaya wey muttafaqun caleyh ilaahay baa fadaaisha bixiya haddii laanu xilliga salaadaba lama gaadhin haddii soo ma salaadu waqti bay leedahay faraaishu shanta ah wahaada lafdu lbukhaari kana waa lafdu lbukhaari xadiidkan iyo axaadiista lamidka ah culummadu waxay ka qaateen salaadu shardi bay u tahay islaamkaadu inuu sii jiro laakiin shardi ma aha soo gelidda diinka islaamka labada waa in la kala fahmo salaada islaamka waxaa lagu soo galaa shahaadataanka laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ilaahay inaad shahaada towxiid u qirto nabi maxamed mutaabiciya xaqnimo u qirto ayaa islaamka lagu soo galaa markaad islaamka soo gasho kadib bay salaadu ka asaxaysaa salaadu waxay shardu u tahay islaamka aad bilowday eed soo gashay eed ku soo gashay shahaadataanka sii jiriddiisii inuu sii jiro oo sii socdo waxaa shardu u ah inaad salaada tukato waxaa kaloo shardu u ah inaad naaqid iyo wax islaamka buriya oo waysada kaa jabiya aad ka badbaado marka miyaad fahantay laakiin salaadu shardi oo ma aha soo gelidda
moorada islaamka. إذن waa شرط صلاه waa شرط لاستمراريه الاسلام شرط في دوام الاسلام لكن شرط ما في ابتداء الاسلام وركميات فانت فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه معنى ما لا غوا هذا الشرك كتوبت كانوا اسلام كاي سو غلان صح اسلامهم صح اسلامهم هو صحي واقاموا الصلاه ودوامك هي ما سوى قش الدين كإسلام كهالشركة ما كتبت كنت تكان كورانا زكاة أنا صوت إيه بوري أنا وحالي وان كان نقول لي قادوا برناي مرتد صلاة إيه زكاة أركان تان دم بي شهاتين كقدم بي وشرط في دوام الإسلام واستمرارية وبقائه لكن ما شرط في الدخول سو قلد إسلام كشرط أو ما شهاتين كالو سوق لها أنت وحن كائن نكى لنا بدعوا لي مد وخارجي دين لا وقى أما وزنديق ملحد إسلام كل لبضة تربى الغصو قال كدبنا وحلقات البنية واجبات كنا الله تماده وركم يد فانتي سأفهمه هذا الشرط تاي صلاة لصحة الإسلام صحابي كان جنة مكة لأن جهدنا كما صحيح سمو فانتي نمان إلى صلاة لا إيمانين أنتو كنن أما وقت الذي هل لقار أما يان لقارين شيء الشرط عدم الشرط و عدم للمشروط صلاة ويسلان ما أصحضه صلاة إيمان لان ما أصحضه صلاة مكا أصح أيضا إيمان لهلين يتوحيد أبدا هذه صلاة الشرط نقول لها بلوغ إسلام هي أساس كيس شرط نقول لها صحابي كان اسلام كما اصحدين معي شرطي اسلام كواسي حلابا مقن لكن دوام كي شرط واهي دوام كنا حلق ان تكن لها العرن لها وداد وتكو هذيك لو وحي صوب لو ككع ويقبتا لما قالوا به صحابي كان مرك فرق شرط الدوام شرط الابتداء وكلا الدوين هاي او شادي يعني اسكو خلد اسكو خلد حديث الإسراء عيسى شهادتين كي الصلاة لغو خلدما آياتها قرآن كقيبة كاملة مركب وحدكو لغو خلدما الدوام كي ابتدائي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حول ما أحد آدم مجر يدخل الجنة جنة قلي ويحب شعلان أن يرجع إن أصول الله أصول نقض إلى الدنيا الدنيا ده. وله ما على الأرض من شيء إلا شهيد وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرام وهو الأسكعد أحد والباء ما يشوف قصه بحي إنه النقض تعلي هي مركهوري إلى أهلها هيو وحكفي عن هذا قصة فرطي وتكقى حضو أما أتكتك طويدان وكاود ميلا الدقانان جرتو جوقي جرتي بلاها أهر هي قلبك أظن يكضو بنانو يأكو قعلي مر هبلا ما هي بلا مريا كوكو علي ذاتك هذه اصحاب هذه اهلك وذو لوبي لو بيوت با كوكو دعي واتسول بودي اضو دنبا الى واقع دنبا الايد قريعة اطورتو وحكا فعانا تشو ولذلك علم الوحيدة علمه مركو كصو بحمينك هو يدي وبنان قيمات او اويا حو اويا منك المقالينك عريدي يسيبو الربائي مقدق يهولو دحدة بالان جريب او اويا هيا إفك أدونك مركو يمادو الله يدي إفتنك إنها وكأنها سكوها اشتارتين سكراتك مركو واقد النعمة ما هلو منك هلو علي ميالة هيا ميالة هيا عليلي مركات قشي قفل الوقية آخرتك تؤي داقضة أم لغوفر النار أم كوجنها لغوفر أحد والباب بين آدنا وحوش علي سنة سعادي واسعي إفك أدونك واسعين لغو علي وحن كاهين شهيدك شهيدك حولي الدنيا أصوح حولي وحن ربا كريا أنصوح شهيدك لك مرة ولكن ما أن نوران بل نوير كادية وركود شهيدك لك حولي أيضاً أنصوح شهيدين الدنيا مدوني ما أحد آدم مجر يدخل الجنة جنة قال يحب شعل أن يرجع إلى الدنيا الدنيا نقول الله بتو وله أصوح هو هذه
ما على أرض من شيء أدونك وحي قالوا وناقة أما الدنيا أما عرب لقى أكيلي كرو إلا شهيد مويه شهيد كم مويه إنك إلهي الشهيد وفعله بمعنى مفعول ولا إلى هذا وفعله بمعنى فاعل ولا إلى هذا شهيد أضد بمعنى فاعل كدكتو وبمعنى الشاهد كي كم مخراتك عاي إيه عضيست إلهي الرسول كينو تشعلي هاي ليقسي نفسي سؤوه ريبا مويه أصلا مرقة حكم مراتك عاي دينتون حق تهاي نبي محمد حقي هاي الله وجعلي أبو كمرك سواء مرك عاي نفتي سبو أهري نفتي سبو بحشي محاد من إلا الشهيد هذا ترى فعيل بمعنى مفعول ويانا وام حي كي الله مخراتك عاي وملائكة يرسوش يا أهل خير ونبا أمراتك عاي لبدا معنى بوال الشيء يتمنى وحو تمنين يا أدوني يا ضلبنا يا شعلانا يا يرجعان الله بتي إلى الدنيا الدنيا ده أو فيقتال لسود إلى 10 مرات تبنجر لما يرى من الكرامة مساوية ليا وحرمة يقدر أنت أولك الماء شرفته لما يرى وحو أركدرت يوم من الكرامة نقول لكن مكو آخرتك يضيء لقعة ذابي علي ورنا يزوك نقول لكن أنتو دنتي آخر مركو تقحو سندري رابا كهلي وذلك مسلمين تلقاها الله إياه الدنيا مو قاين له علي وحن كاهين شهيدك قالوا إلا علي عطمع عطنيات بلاي لكل من أبي سويني النار إلا أنا وكدي ذا اللي سوء علم لكن المسلمين تنطلق الله أن يرجع يد وله ما على الأرض من شيء وحون نعف يا كهلي قبر دمشادي جيريد كهلي نكا مو قولون النقضة شهيد كل لك أسوه وكوها أنت أسوه خيري وناك لكل ما تنحو عطنيا إن الدنيا اللي علي يسوه أبط صدوه أوركات صدوه والله من نقل يسوه خيرك يا أجرك وفي رواية رواية وحاكو يمد لما يرى وحو أركدر تدبو عطني يندب لو علي ومن فضل الشهادة شهادة فضل جيدا متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وحر يغفر والله دافيا للشهيد معني هو رؤون كوشي بمعنى فاعل أو مفعول باكو قجرة يغفر للشهيد نك شهيدك الله دافع يا كل شيء دمبك استوى قلي كبيرة يا غير كذبة صغائرتي يا كبارتي بالله دافع يا إلا الدين حق الناس مين حقوق الناس دين تن حق الناس بالله كذا هذا مو حكول يهين لقول دافع ما يا حجك إيو جهاتك بالله دافع ما شهادة بالله دافع ما وين الحق هذا ما إسكا بحسو رواه مسلم وفي رواية له رواية مسلم إليه وحاكوت تميد القتل في سبيل الله جدك له لقود دلوت كل ما تو يكفر وحو ترترا وباب عشاء كل شيء وحو الباء إلا الدين أو الدين إلا الدين أي حق الناس حقوق الناس انت النوشين جانس بدن بايدين فنا هذا ما حق هذا عرض هذا شرف هذا حول هذا وحد نصتين ما انت اسكبحية طبعا شين بقى الله كيالو لكن حلي وحد جاري ساون حسنات كن الله قادن طول ما نكذ قب به بدن تيجي ووالد يوال وحه كوجس علنا قارن مشر قارن طلعت يمد إسلام يمد ما مشر آخره فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نول بإله أنت إيدا اللهم النفس يوي بل نبي حوشة إن ويلك أتمنين يا أبها ما أنت وحمدك يليت إله يو ما لم بدك تسحن إيجوي أباه دين ما تكون يلت إسلام تحدي وذات كادت كوج عين ما أنت حكم دم خلا دير مكوك صبح ولا شاء ولا الك مشران وحد رئيس وحير خلا الروح كاك قال إن ما أنت طبعا حسن أماشان حسن لقاسي قراب النما وحيت الله أنت نوشين إفكا حقوق الناس إسكب بحية ظلم كان إسكب شوشي نيروب أفض ظلم باكجر تواركتين روح دين تو حقوقي ما بندا شهيد حق شهيد لو دافي وما هذا لو دافا هي قولي ان صومالي هذا نيروبي جوك كينيا تروبته هو وين اي غلان وحا كميدا دد مسلمين ميلها يوروبي قلبت جوك عرب هذا الكم مقام بالدي سو ديرا شرر يا لعاغو دول با ايدو هيا غوري با اينو هيا بلود بان هيا بلوديو يا بلاديو وحي نقطبا هل شيل لو اسقوا ليه غوريا كبخين ماي هانتيدا يا لعقته غوريا لو سو قبطي اي بقولكي ب 10 كان لو سي شوباي اي فيسكا لباد لو غودباي
wajiga saddexaad waxaasoo dhan dad muslimiin uu sheerar ka soo qaaday iyo sihaanba uu ka qaadaya guriga isagaa isku qoraya dadka hantidooda uu ku soo galay guri uu ku qabtay uu ku dhisana marti bay ka noqonayaan sheer in yaroo mushaara bishoo loo turtuuray intaas meesha ka qaado marka dambe uu dambiyo intuu u sameeyo kulli fiijinhaya gurigana saa ku soo hadhahay warkan reendhoru soo ma taqaanaa taragle miskiina waa haweenay garoob caru lagu dayriyo oo iska xoogsanayso wax usoo dhacay soo dirdirsatay markaasaa intaasaa lagu dibirhayaa maqaxiyaha nairobi hoteelaha lagu fadhiyaa waan shaqaystaa hebel waa xariif intaasuu gurigu dhisay lagu leeyahay xaqunnaas yaa goofaro lagu noqday ilaa man raxima rabbuhu warkaa la socda hawl jirta weeye kuwii ku soo rafaaday ku aaminay wadaadnimo iyo madaxweyne iyo odaynimo kugu aaminay guriga shuqul kumay lahaa guriga adaa ku qor adaa isku qori adaa iskale waaga damban hebelow waad warwareejin waad dhibi xataa sheerkii faa'iidii siin mays marka dawarniyo waashoo ku rafaaday waxaygii cil uu suu rabayba korku ku tuuri waxaad ma ku celiyaa hawshaasay soomaali wadaa nairobi ka jirta nabigana ila dayn buu ihi xaqunnaas iska ka faa'iidi maysaan caruurtiina eedi adiga eedi xawna la garan waayo baa kugu dhici guryahaas wax ku tari maayaan turkiya iyo jarmali waxaadan ka dhammaanayn iyo hindiya wadaaduna qur-aan kugu kari maayaan dhakhaatiirtuna way kaa samrahayaan xaqunnaas ninka reer madow muxuu ihi baa la yara waa isoo karay doqono qufacle meel laga racayna mooyi iska ilaaliyo idinkoo iska gaajoodo oo maridiinu idin nadiif tahay ilaahayna ka cabsada idiin dhaanta xaqunnaas oo dhunjisaa جوغا وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم نبي كدح يستاغ مسلمين في روايه قام فيهم خطيبا نبي خطبين يا امه كدح جوكسدي فذكر سبحانه وحوش شيغي ان الجهاد في سبيل الله جدك الله لو دغالمو يا والايمان بالله اله ولا الروميه أفضل الأعمال أعماش إن أفضل بلانتاي إلهي ولا الرميو لإعتقاديو يدو لها القمو عملك أفضل بلان آدم اللي ما دوي فقام رجل نبا إستاغي فقال وحدي يا رسول الله رسولك إله يو الرأيت بليغا ورن إن قتلت هدي اللي يدلو في سبيل أجدك إله اللي يدلو أن قدنتو تكفر عني خطاياي ذنوب تيدي ما اللي قد عفها كبائرتي يا صغائرتي أنقلي فقال له رسول الله رسولك لا وحي كيري نعم ولا دافي ان قتلت هدي لو دلو في سبيل الله جدك الله قد دمته وانت صابر ادوك ادكيسن يو دول قادنيا صبر هيو دغالك عليسك سي يا عبسدي سي يا رفادك سي دغي سي لفجبي سي صبرايا محتسب اجر دون هيو دنك الان لهي مقبل سي جيدو غالك كو سي جيدا غير مدبر ان كعرن دبر كانو دوين نبي سيداس ويري ثم قال رسول الله رسولك يحول مكة دنبي كيف قلت سيباتي بل كعلي سؤاش أداي رواية حديثك وليبا عدي زيو فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله نكي انت مكو نبي قول لي بي ورقاقي سيبتي سبو قاطي وادير قروبي أو أمر به فنودي له أما النبي هل يقول ورقاقي نكي هل يقول ليس علي نبي مركو جواب تبحيي حكت مركا هيوي وعلمك ما لم تكن تعلم باتمت جبريل بان نبي دغتا وسار او نبي محمد او وحات كو درتا الا دين وح والبو دنبي وا لوغو دافي اون كا اهين حق الناس حق الناس وحان كان وا لوغو دافي مركاسو سبن وحو نعم ثم سكت ساعه حتى ظننت انه ينزل عليه شيء فلما قال هذا جبريل يقول الا الدين الا ان يكون عليك دين في روايه saxaabiyow sida aan ku cidhi weeye adoo jidka ilaahay ku dagaalamayo oo sii jeedo oo qaabilay gaalada oo dhabarka u dawan ajir doona ilaahay dirtiina u dagaalamaya haddaad dhimato dunuubtaadii oo dhan waa lagu dhaafayo waxaan ka ahayn xaqa naas jibriil baa halkan taaganoo hadda intaa ii sheegay buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam jibriil wuxuu awoodaa inuu nabiga keligii wax maqashay idinku aad maqli weydaan ruuxa nabiga la fadhiye dhinaca ku hay uusan maqal buu awooda wuxuu awoodaa jibriil hadal loogu talagalay inuu socdo shan saacadood inuu hal daqiiq geli ku sheego
nabiguna uu fahmo bahr buhur kala way anbiyaada iyo malaa'igtu markay wada hadlayaan waxaad fahmi kartaa hadal saacado soconaya yaa laga yaabaa daqiiqo gudahin uu ku sheego malaa'igu nabiguna uu qabto xifdiyo waxa shayga zamanka ilaahay baa maamula marra ka dheereeya marna isku dhaweeya zaman muxuu yahay sidii suba ma xarakadii dhaqdhaqaaqa mise waa muddatul haraka xilli iyo zaman waqti hadaa tacriifiso kutub alcaqaaidi kalaam ulla waad ku wareereysa hadda hadduu shay meel fog ka dhaco ummata inoo jeeda 500 oo kiilomitir jugtiisina aynu maqallo ruuxi meesha taagnaa xilligu maqlay qacda iyo inagu inay 5 daqiiqo u dhaxaysa laga yaaba waxaa hadii hawsha waxay dhacdo meesha dhibku ka dhacay 4 saac oo subaxnimo markay ahayd iyo 5 daqiiqo ninkii la joogay wuxuu dhahay 4 saac oo subaxnimo gow ah ayuu dhacay ninkii kaas u fogaa 5 kun kiilomitir inoo jirna wuxuu dhahay jugta haduu maqlo 4 saac iyo badba jugta iyo wuxuu dhacay maxaa keenay dhacdo xadidku hal mar buu dhacay sur'atu sawtka kala duwan marka dhawaaqo xawaaro kugu soo gaaraya adiga iyo orodkiisa kala duwan marka zamanku sidiisuba waa muddatul haraka ee ma aha xarakada dhaqdhaqaaqa u dhigaysa ma aha marka tamdiidkiisa iyo kala jiidkiisa isku dhawayntiisa ku dhajinta waa maamul rabbi leh marka baabul malaa'ika baab baabkeena ka baxsan almuhim jiril baa nabigu u sheegay yidi inta ka sax xirowga su'aashaad uga jawaabto waa sax laakiin hadda ila deyn rabbiga baa soo amray inta ka reeb qaal nabigu wuxuu qaal saxaabigu wuxuu yiri araayta nabi allah waxaan ku yiri haday ku waydii araayta bal iga war in qutultu fi sabiilillahi atukaffaru anni khataayaaya faqala rasuul na'am wa anta saabiru muhtasibun muqbilun ghayru mudbirin illa deyn fa inna jibriila intum baad ku cusube fa inna jibriila jibriil baa qaala li dhalika sida igu yiri riwaayadu kule fa inna jibriila saarrani bidhalika jibriil baa sir ahaan igu sheegay idan sida way xadiidkan xadiid la midna abu hurayra asna laga wariyaa qudhigiisa isla qisadan laftirkeedu wariyaa asaguna وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رجل نبا وحوري يوم احد ومالك احد صحابي حلق سدا اورنوي قال رجل يوم احد مالك احد احد سنه 3 هجره اي احد ود غرانيسا اين انا يا رسول الله رسول الله وانا حقين اهانيا ان قتلت ما انت دي ليدلو هدي ليدلو حقين اهانيا قال سبحانه في الجنه جنات جليس ديار وجنات ود ما انت اسيت فألقى تمرات تمرا أيو طوري دور حبو تمرا كنا أهايين في يدي قعنت أقول شري دور حبو تمرا عني أيو صحابي وصيريبا ثم قاتل وادقال حتى قتل إلى الدليل رواه مسلم كبض نايد حبو مالين كان سيدا سمي يوم أوحد رقبا با سيدا يالي وقاسك ريبني سليم أكمدها عمن جموح باكمدها نافي بها أفر قولا سقود له أخيارة oo dagaal walba nabigu tagay nabiga garab istaagi jiray buu yuu dhalay maalinkii wuxuu la siiyay mid buuray waxaad yeelaysaan dagaalka maanta waan galahayay isaara farasku igeeyay meesha lagu dagaalamayo waxa la aba waayay la waatay naafayna waatay naafay buu haa aad u dhutay waliba naafax aad u khatarsan baa ku taalay oo naafada kala roone wuxuu aad buu dhutay nin aad u dhutinayo naafa hadhaaf ah faraskan aan ku sugnaanayn wuxuu dhig faraska isaara iguna xidhxidha waa dagaalamaya idinkuna ha iga fogaanin afarti wiil nabigu u yimid nabi allow haddaan maanta dagaalamo la idilo maxaan helayaa jannad galaysaa buur nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta anoon dhimanin walle inaana ka noqonin buurigii uxud cumar baa uru kaadi naftada ilaahay baa haye inaad dhimowdaba laga yaabaay ilaahay ha ku dhaaranin buur sidana cumar xuur baahdu jannada allah iska leh nabigu hadaa lagu dilo jannad gali buu ku yii laakiin inaad meeshan ku dhiman gacantada kuma jirto iyo ku jirta gacanta alle nabi maxamed baa cumar uu ka hor wadaadka inna minhum ay min ibadillah man law aqsama ala allah la abarra wa minhum amal mujmuh baash way ka baxday heerki uu cumar yaqaan waxay gashay babul anbiya wa mu'jizatin bay gashay nabigu xuur calayhi salaatu wasalaam
addoomaha waxaa ka mid a ruux ilaah hadduu ku dhaarto rabbi wax kula dhago uu sii daayaa le dadka noocaasa camal majmuux baa ka mid a maantana uu shiida iskaga tag bu sidii bay noqotay bartiibu ku shiida intuu dagaalamay agadami wiilashiisu weydiiyey nabi allow aabbahana ka waran isagoo jannada ku dhex haragoon oo lugtiisu ay toosan taho si fiican u dhigahayaan arkay buri subana alayhi salaatu wasalaam lugti malaf malaf uu ka siinhay oo saa u togan rag badan baa saxaaba ba maalinkii uxud wacdara dhigay وعن انس رضي الله تعالى عنه قال انطلق رسول الله رسول الله با تغى واصحابه اصحابتي با دقاقي حتى سبقوا الى يغ هرمرين المشركين قالدي الى بدر عيلك بدر لورن جيري حديث كديراوي وحديث دير قيب كسو قاتاي امامكو سنه كلا بعد هجره ان دعده ود غرنيسان بدر بالرمضان هيد بن ملينيا سنه كلا بعد بي دعده بدر وحدنا صدحات بي اهيد وجاء المشركون قال دي بايمت فقال رسول الله مشركين تسوق رمديو الا مركو وكيل لو بخاي كولونيا سفر هيدو غنعسي هيدو شام كتب ابو سفيان هو غامني ان جدغو لو دغو لغا فايديسا لرب دغا لو ما تلغلين سوره الانفال بالله كغه شيكي مركي عيدنكي وا بخصدو ابو سفيان ان كارتو بدن بو هاي وركي سردونكيسا و خشيغو مركي جدكي وكيل كليخدا خيبتا او اسكو جيدي مركو اسوغو بخصداي قريش با وركي لو شيغي نبي محمد اي صحابته اسكو داين مانتا ان كولونيدي ايو wadadii dhannayd u furayd wuxuu soo marayay maanta ay u dhigteen jidgooyo u dhigteen oo dhexda u galeen wayba kibreen ba wayaga soo duulay beder markaa waxa isku helaya waa gaaladii soo duushay quraysheed iyo nabi maxamed iyo saxaabada yaroon ku talagelin ba dagaal baan ku talagelin faqala rasuulullah rasuulkale wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqdamanna axadun minkum mid idinka idin ka mid ayuusan iga hormarin laa yaqdamanna axadun minkum mid idinka idin ka mid ayuusan iga hormarin oo tilaabo uusan qaadin ilaa shayin shay ceel la duugay iyo xabad la qori la qaaday iyo maxaan ku dhahay liib la tuuray falya yaa aan adoon idmo farmaqa dhaqaajin kartaa xataa akuuna ilaa aan noqdo ana anigu duunahu mid ka sokeeyay xataa uu diinahu waa riwaayo kale ilaa aan anigu idmo hawsha anigu inaan ka dambeeyo yaa liibka gan ku yidhi nabiga halkaa fadhiisiya ku yidhi nabiga hawshu maadaama xaalad khaasa ay noqotay iga warsugu subanu calayhi salaatu wasalaam فدنا المشركون قال دي بسور دوادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه استاغ صحابي الى جنه لا مستاغ كان النبي مفسحين لان رب الله سو هدلي قوموا استاغ الى جنه جنة عرضها بلعيد او يدركه اسك بداي السماوات والارض عير دول بيو دغنتا بلعيد كلي در وركي بجوج قال وحول الصحابي يقول عمر بن حمام الانصاري وحول يدي يا رسول الله رسولك الله يو جنه عرضها السماوات والارض مياه جنه ضد ما انت استاغن تدي قال لهدهي حلب انه سومر النبي ويدي ان مفاتيح السيوف ها ان مفاتيح الجنه هو محي السيوف عليه سومرتين فرها الجنه واسيفها دغالك قالوا اسك دعيا غالده جنه كو غلو وي jannadaad nu istaajisaynu gelayno ma waxay u dhigantaa ballaca toddobada cir iyo toddobada dhul haa qaala nabi wuxuu nacam qaala cumayr bn xumaam wuxuu yidhi bakhin bakhin wagar wagar weeye waa maqa shaygaad u bogto cajab cajab allahu akbar oo kale weye shayga aad ka hesho ed u bogtaa bakhin bakhin la yidhaahdaa inagu maxaan dhanaa ya aga waa waxay la yaabee aga wixii lala dhafa kaara la yala ama kaaga la yiraahdaa Soomaali keenna ilaah waxaad qaadan weydaa la yiraahdaa ya ahay aha taana maka la xanuunsado wey cakku oo kale lama tahay taas erey Soomaali markii shay loo bogaa yiraahdaa ii sheega caawa kala bixi mayne ya wagartu xataa agay u dhawdahay cajaayib waa af carabi alla ilaahay dhaadasho wey ragra dhaana waa dhaadasho warkaa soo raadi aruga waaye soo raadi faqaala rasuulullah rasuulkaahu wuxuu yidhi maa yaxmiluka maxaa kugu xambaaray calaa qowlika weedhaadi aad jiri bakhin bakhin aad tiri cumayrow lawaa hawl muhiima قال حول الله والله يا رسول الله رسولك الله يو وحكر يو حماك لو مدهين إلا رجاء رجاء رجين يو انقود رين يو أن أكون من أهلها جنة بل عيد عير يو
ka dheeraaday ka weeyahay inaan galo oon helo un baan rajaynayay bogid aan u bogin baan saa u yidhi qaa nabxu fa innaka min ahliha wahada min mucjizaati calayhi salaatu wasalaam jannada ahlkeedaad ka midta waa maxay weligaa gaaloba meysa gaalnima ku dhici meysad wey iimaan baad ku dhimanaysaa yaa awooda hawsha ayada ambiya awooda loo waramay فأخرج وحصوصا رواداتك عميرها تمرات دور حبوت تميرة من قرنه كل جيسي وكسب به قرن كوا بورصة يرتي اللي يبقى لو قرطي يا فلارها يا جمون كلو قرط فأخرج وحصوصا تمرات بصوصا من قرنه جبويه يسيب كسب به كل جيسي وكسب به فجعل وحقد قلي يأكل إنه عني منهن من التمرات تمرتب وحقو صحيح قالش أودت كهشت أنرجب كرصانية ثم قال وحوري كدب نباشي والله ديرا طيبة جنة دي بأوسو عرفيس لئن أنا حييت هدان سين ولا ذبر أنوك حتى أكل تمرات إلى أن لما يستو تمرها تمرت إذن هذه تنع إنها الحياة مضوابة نور الدربور هذا أنت ترتيب تمرت عنها هي لفت إسكتو رأي وأن سيتشو ونور الدربور واريبا إنها لحياة ونول طويلة دير فرما بما كان معه من التمر تمرت صهر دي بوسك الصيري حد قال هقا توري فرما وحوتر بما كان معه وحي وطيه من التمر ثم قاتلهم مشركين تعربيت بولاد قال قريشيد حتى قتل إلى الدلو الشهيد راه مسلم مسلم بحديك وري القرن بفتح القاف والرأي وحاوي هو جعبة النشاب وقبويها أما بورصدا وقد ديرو سا لو ايدينتا لغا تولو وي او دبر كسا لو سو دود ليبو كسا لو غشدو جعبه النشاب وليبك نشابك اسلكيس وليبك ولي ان برتا لغلينين ان فلاده لغلينين كاسا نشابك ليدا هذا لكن سيامت با لو جيدا وعنه قال جاء ناس الى النبي جاء ناس الى النبي dad baan nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam dadkani waa xadiidkan iyo dadkan buu ku saabsan yahay saxaabada biiru macuuna lagu laayay wey 70-tanka quraada ah qisadii ku saabsan sanadka 4-aad hijrada badar baa labaad ahayd uxudna 3-aad bay afraad sanadka 4 waa sanadka ugu xanuun badnaa ee nabi maxamed soomaar iyo saxaabada intay noolaayeen bi taariikh laba nabar oo isku xigta nabiga isku mar soo gaaray saxaabo 10 oo xul ah وعاصم ابن ثابت الأنصار هو جامنوي ومنذر وكجر نجا خباب بن عدي وكجرو عبد الله بن طارق وكجرو أي زيد بن الدثنة وكجرو أي 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 نبي قدروا يرسو إلى علي إنما قال هاي والنبي قال نفتو كان مسلمين حالك السوق هذا أود هذا ملاك لا دجال أنت دينين مركزنا هل نكسر نقولن صدح سعابنا أنت لك حياة ومحابيسة ولا لقي يبصدي مكو وكفار قريش فراه مدى جتت مدى سنك قويسي مدى سوى نول دلدلان اي كدقين حوى ابن عديد قرن ايسا تاس او يوم لو يقى نصرية الرجيع ليلة هذا ايو بئر المعون او تضبات عالم او مسلمين تو اي حشين لدلي يا اسكم مال اتم نبق اتم سديتا سحابي يا اسكم مال انجيريد الله صلى الله عليه وسلم جبل بار نبق اصول شيء انا سوحوري ما نبي محمد اوكوال بهار بادنا انتا نولا ما ارك ولذلك بالنبو نبو قنوده هي ظهر عصر مغرب عشاء صلاة صبح رعادة قدام بيسو قنوده بعد الاعتدال قصدي بقى لغا الشاكيني صابك هذا وحوة سيرادة كبرة تاني نيل أورنجري أبو براء عامر بن مالك لقونا نسجن ملاعب الأسنة اللي هذا نين كبرية أورين نجدية أورين بني سليم ayaa madiina wafdahan ku yimid nabi maxamed baa diinka ugu yeeray diinta uu bandhigay wuxuu nabi allow waxaad igu yeedhay iyo qaabkaad wuxuu sharaxday hawlaha aad sheegtay aad bay u quruxsan tahay laakiin weli ma go'aansanin inaan idinku soo biiro bal iga warsug maalmuu jooga madiino isaga iyo rag la socday markuu laabanayay yo wuxuu yidhi dad culimmo soo xulatay soo dir dhulka anigu aan joogeen ka taliyo ha yimaadeen diinkaadii iyo ummadaha ugu yeedheen dad badan in raacan baan rajaynayaa buuri xer culimmo ii soo dir buuri
meesha anigu aan deganahayn ka tahay oday ka haykeen rinaj daa dhex qaadeen ha ka tabliiqeeyeen dad badan ilaahay inuu ku anfaca laga yaabaa buur asaguna nabiga hadal fiican buu yiro uu soo dhaweeyey laakiin muuse islaami nabigu wuxuu xulay asxaabu sufa 70 saxaabi ansaar keligooda hal muhaajir lama socdo ansaar keligood dhalinyaro ah xufaad ah ayuu nabigu xulay wuxuu amiir uga dhigay nin loo raja al-mundhir ibn amr al-ansari waxa la socda ninkii dilaaga ahaa ee waagi soo dhaba jiifka aan jiray amr mayta damri waa la socda ragga ka tirsan xufaad ee qurada todobaad tan kaasu nabigu xulay calayhi salaatu wasalaam hal ninkama soo noqon dhammaan tood waa la dilay waxaan ka ahayn amir mayta damri oo asagu qaab kale ku soo badbaaday waan ka sheekeyn doonaa insha allah iyo afwan iyo saxaabi zayd ee kacab ibn zayd la oran jiray kacab ibn zayd oo kaga tagay nafbaxal kaga tagayno marka dambe camr uu arkay isagoo dhaqdhaqaaqii dibna uu soo qaaday dagaalkii khandaq buu ku shihiday marka dambe uu ka kacay ayuu meydahan bay uga tageen ilaahay baa noolaysiiyey uu iska dhaqmay sanadka shanaad ee hijrada ayuu shihiday sanad kadib buu shihiday isagoo dagaalamay axzaab ku shihiday Ka'ab ibn Zayd baa loo oran jiray labadaa nin baa ka badbaaday inta kale waa shahiiday qisadaas weey markii nabigu uu diray hadda waa rag ducaad oo loogu talagalay inay dad diin gaarsi dagaal nabigu uma soo dirin fardamo wataan awr dheeraysa ma wataan seeftoodii nin walba warankiisa iyo wax yaroo saayay qaateen way lugeeyeen meel dhexda markay marayaan oo meeshay degahayeen Cusayye iyo Ricli iyo Dakwaan waa iyana waa qabaa'il reer Banu Sulaym ka tirsan yaani shaytaan ahaa iyo caamil Tufayl la oran jiray oo saxaabada caduwullahi u yaqaaneen caamil Tufayl ayaa warkii ka war helay Anas abtigii baa ku jiro xaram milxaan baa ku jira waraaq buu wadaa oo nabigu soo qoray oo uu leeyahay u yidhi boqorada iyo nimankan ugaasiyada u taliya reer Banu Sulaym gaarsii waxaa ugu soo horreeyay nabadoonada aaga ka talinaya qoyska uu u talinaya caamil Tufayl uu la fariistay xaraam waraaq nabigu u dhiibay waraaq waxa iskaga tuuray nin daba taagnaa saxaabigoo fadhiya ayuu u baaqay wuxuu uhi wareen waran buu halkaa madaxa ka soo geliyay halkaas uu ka bixiyey waad waxay dhammay dhabarku kaga dhuftay halkaas uu ka soo baxshay saxaabigu arkay inuu warankii ka dusay dhiiggana socdo dhiiggintuu qaaday buu madaxa marsaday wejigana marsaday dhiiggiisii fustu rabbil kacba buuri markuu ninkii waraaqda wada dilay yuu qabaailka u yeedh wuxuu bal 70 kale aan ila dilo ila laaya kale aan gumaadne carabti kale waxay dhaadeen nimanka waa nimanku maxamed soo diray waxaana magangelya siiyey abu bara amr malik muraacib la asinna dhaqan carab oo ma aha odayn dad u daarayeen qaad u noqdo damiintay in lagu xadgudbe waa ceebe iska daawadaadaha mayuri madaynahay faras buu qaatay carab buu dhex qaaday reer Banu Sulaym dhowr qoys oo shayaadiin oo nabigu yidhi wa xusayatu casati illaha wa rasuula bil dhanna nabigu ahbaaray baa hawshii go'aanka qaatay in saxaabada lagu maa saxaabadu waxba ka warqabin oo xaraam muu soo noqdo ku haya baa iswar laga qabtayba fardaa lagu galay hal ninba kama kicin waxaan ka ahayn laba wadaad oo ku maqnaa awrti iyo geela awrti niman raacay oo camr mayad lamar iyo saxaabi kale ee ahaayeen saxaabi kale way dili doonaan oo marka dambe dili doonaan mar dambe barqin kulul ambuu xaarkeen haa dhacaysa meeshii ay xalay deganaayeen saxaabada kaga soo tageen oo haad uun waxa uun wareegaya qumbulaaga iyo babawga iyo gorgorka duulahay war soo kaca hal ninba ma noolo fardihina laayay ciidankana waak saxaabi kale asagu waa la dilay intuu dagaalamay markii la hareeyay wuxuu yidhi camal dilaab ah nin dagaalkii wuxuu waan isdiibno kuwa waxba ka qaadimayne ragina waa dhamaadeen saa nabiga ugu wargeyno ha inoo geynin xagga aan ka waray madiina ina gee wallahi buu saxaabi kale mundhir ibn uqba la wajiyay saxaabiga kale camr la socday ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yidhi 70 meeshay maray inaan maran mooyeene inaan madiina ku laabanay inay sa carab ku sheekaysan iyo muslimiin buuri 70 nin buu inta meel uu kaga soo tagay ma yeelay baan inoo gee war waa ku sidee kama hadhi kare
ونمنكم نمك صحابته دمهاده تودي با غشاي انغو خا مانتا قبان كرا ان النبي قيلينو او نمنكان انتي سفوغانين غالدا فركود عان لوغ شوب ما يوجد وسك سو راعي ليه باب لغا دلي ورمو ولا دلي صحابيه كلي عمن ما يسوق عنتو تاكتي حوران واس ديبيا شيطان كسحابه اللهي عمن الضفيل يحول هيغا دينا كان هويده با لوغ لها قور اني خريس هويده با ادون اني خريسو ayadoo nadartay bay dhimato in xoreynin saaxiibigu soo qabtay fuud uu ka gooyay xur hooyada nadarkeedi baan ka xurayay xurbaatay soco todobaad saaxiibnu wuu dilaya habar mushriko dhimatay in xuleeya nadar iyo shardi ay gashay safulin baan ku fulinaya saaxiib ma waxid uu ku fulinaya amru way iska soo tagay habeen buu dhaxda soo bari laba habeen madina markuu habeen u jiro يوهر بري يا حسوم مرت لما نمنو ربني عامر وربني سليم كدش ياتي ولا استويد يغو راشين كوناي ادو ياتا قويس كلو سوو ابترسد وا غورو موريان هان جير عمنو يود عربو دون ويقانا قويس كلو اوغو ابترسد ايدنكو ياتي ربني عامر يسخ دبا عاور بايدن غلهاي مركاي سيخدان بو غورع لبد وا غورع مدينو يمد نبي محمد وركو او شيغ عليه الصلاه والسلام نبي الله تضبان كصحابه كوما هيا dibkaas aad dhacay anuu xay laban soo weydiistay buu labada uu soo weydiistay waa laba intay madina tageen dibkana maqlay nabi maxamed oo wadada masii mari karee asxaabti baan ka baqaynaa iyo dadkaadii waraaq amaan noqor nabad galiye waraaq oo tifiisay oo tan nabi fiis soo si asaguna ma ogow uu gowracay labadaba moqtoodi nabiga bixii calayhi salaatu wasalaam qisada way qisadu qisadu xanuun badan way جاء الناس ندتها مركه لو شيغه هيو وا ناس كا وا ناس رين نجدو وا اوديغي ابو برا مالك بن ابن عامر بن مالك ملاعب الاسنوي يدك لا سعودي جاء الناس دبا يمد لنا النبي او يمد ما يراهدين ان ابعث معنا رجالا دير معنا وين لا درونا راعي نغ دباكين رجالا رجع يعلمونا نبر القران وقرانك وسنه سنه نبره فبعث اليهم حودري 70 رجلا من الانصار تضبات الانصار النبي ودري يقال لهم لو مغعابو تضبات الانصار وليدا من شباب الانصار بحديثك دمانتو دن يري اهي نينكو وين با فرتجر هبا لي يقال لهم لا يراد فرتجر دن يرو كترسن يحي يقال لهم لي القراء جمع قارئين لمن القران كي يقان علمادي صحابته فيهم وحا كجر تضبات كاس خالي ابتغي بر حرام ملحان با كجر انا صدان اهي ابتغي با كترسن رغاس daqankoodu muxuu ahaa saxaabadaas 70-tanka markay madina joogeen yaqraan alquraan quraankay baran jireen akhri jireen ummada bari jireen way tadaarasuuna billayl habeenki bay kala meersan jireen yataallamuuna ayagoo baranay daqankoodu wuxuu ahaa dhalinyarayeen xaafado markay ka soo tagaan dadka ahalkooda saadkiisu aad jireen reerkana ma isan ku laabin jiray ilaa waagu bariyo markay cishaa la tukado masjidka ka baxayaan wax reerihi ku noqonay iska dhigayaan madiina meel kamid oo banaana intay tagaan bay caawo dhan quraanka darisan jireen nin tukada nin quraanka la baro nin laga mur dhageysto saasi ahaayeen reerku waxay moodayaan xaafadii in masjidka ay ku maqan yihiin jamaacada masjidka waxay moodayaan inay laabtan oo dheelmadeen waxay u dheelmadeen ban cillaahi fadhiisan ee madiina ka tirsan oo limid way kala go'da xaafada xidhiidh ma ahayn qabaail qabaail baa loo kala deganaa dhul cid loo hawd baan u dhaxayn jiray meelaha qaarkood dhaqankaas ay lahaayeen waa markuu bariyo biyahay soo dhaaminay masaajidka biisay keenayaan guriyaha nabi maxamed bay biyahay soo dhaaminayaan iriday u dhigaayaan masaajidka biisay way keenay jiray ninka wuxuu heli karaa inuu soo xaba gurto ayuu fuqarada masaakiinta midna ku nool raashin u keenay jiray timir wixii la heelo zabiib qamadi raashin ka yaa keenay quraade ba keenay gacmahan laadlaade ee timirta iyo cinabka xaqiiqii maadan wadaadihi ba keenay هاون كان احمد بقى روري جيمين بقى ايغا كيوني جي نمن نو عاصو امدا انفعو هيئات خيري اهايه امدنا قران كبرا ايغو نبرت وكانوا وحيا بالنهار مالك مركه لاغارو يجيون كويل ليماده بالماء بيه سو دامن جيرين فيضعونه في المسجد الى توبين مجر بيها ويسد امد كويسد كين جيرين ويحتطبون مالك ويحابه غورن جيرين فيبيعونه مركاس حابده ايبن جيرين ويشترون به الطعام راشين بي كسو قدي جرين لأهل الصفة مساكنتي فقراء وليه صفة أهل الله أنصار وين منك أنصار أيو أهل كوذبة جوغا لكن لن يرى آي أنقل كورسنين
dad kaloo masaakiin oo 70 gaaray 100 gaaray 90 gaaray ahlu sufa la yiraahdo fuqara oo muhaajir u badnaa baa degana masaajidka qayb kamida qaybta dambe dadkaas ay biil jireen weeyashtaruna bihi at-taama raashin bay ugu soo geejin ahlu sufa tiqliha balbalay dambe degana iyo walil fuqara iyo fuqara masaakiin ta madina waniba noocaas ay ahaayeen فبعثهم النبي نبي قد رعي عليه الصلاة والسلام فعرضوا لهم دبغوي جدغوي اسمين اي فتعرضوا لهم قولي شيادين طاهر ابن سليم رعلي دكواني حصية اي دخل اوغ بخي وي فقتلهم والاين وادل قبل ان يبلغوا المكان الى انت زغارين كهر ماشي لو دري حق لو دري ماشي كتلني ابو براء عامل مالك ملعب العسن دلكيس ايو سوون غارين ايو غارين بدخل لوغ بخي وي فقالوا وحيلا مركي لهريريي دغالكو بلوداي ورمهو بلوودين اركين لا بابين هيو يا وحيدا هدين اللهم بلغ عنا نبينا الهو نغا غارسين نبيغا ايغا نغا غارسي ان انا قد لقيناك ان الله كولا كولنون شهيدني اون دماناي فرضينا عنك انكار هل نقصد نو ابال مريسيد نو ما موست ان كو قنعني فرضينا عنك ورضيت عنا انا غناد حالي الله نغا نقتي رضي الله عنهم ورضوا عنه ويادي واتى رجل حراما انا صحيح كشكيني ابتكي سيدي لو دلي بهذا التلمام هيا انتاني واجي الى مدعي وحي ايات قران الله اخريو اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عما فرضينا عنك ورضيت عنا ايات قران يا اهيد مدوي مسلمين اخريو جيرين لو كنت كان جيري سي ايات قران واجي دبا لا نسخي لفظيه هي حكم كيديو معناه دبا لا نسخي واتى رجل من بايمد حراما حرام حرام من حام بو يمبتي انس بن مالك خال انس ابتي من خلفي اي من وراء حق دم كغيمت قال بو كان اسو سيجد وراق النبي محل وديبي حامل طفيل واخر درت فطعانه برمح ورب كتماتي وكوريمي حتى انفذ الى وكدسيي فقال حرام وحيري فزت والي بان ورب الكعبه كعبه ربي غيد بان كدارتي واغوليست ثم قال بالدم هكذا فنضع على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة عند البخاري ليق مركز حاضر وحوار كجرين ليق مسلمين إن طاهري هاي نجاس ما هاين وركن سمائي وضي ليق ونجاس إليه وشاب كوضا وحد إلى كبار لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع ولا في القياس ليق نجاس وليق حيض كالنفاس كوهي صدرت الثعابكو dhiigii ka qulqulahay intuu hoorsaday iyo waji ku qabaystay wajigana marsaday ma nijaas baa waji la marsaday oo lagu qabaystaa fustu wa rabbil kaaba faqala rasuulullaah rasuulkaa wuxuu yidhi saxaabadan wax warbu ahay nabiga u waramaya inna ikhwanakum walaalihin qad qutilu walaalay wa innahum qaaluu waxay markay dhamaanayeen in la gumaadayna waxay allahumma balligh anna nabiyyana ilaahu naga gaarsii nabi maxamed warkayaga adamahayaan inay shahiideen oo dhamaadeen axad ka sii qaado warka gudbiya lama hayo saasay marka ilaahay ugu dhiibeen warka ilaana waa ka aqbalay hadii waa gaarsii nabigiisa jibriil baa markii ba qaaday balligh anna nabiyyana nabiga anaga naga gaarsii anna qad laqiinaaka inaan kula kulanno aan shahiidnay faradina anka ankaara noqono ku qarcanay ilaahay wasadno maamustay waradita anna muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu muslim lafdhiga muslim fi abwaab aljihad buu ku keena muslim aw shaayada qoliyahaas marka nabiga dadka asxaabada u banbaxay laayeen waa reer Ricli iyo Dhakwaan iyo Usayya iyo Banu Lixyaan afar ta qoys bay ahaayeen Banu Lixyaan iyo Usayya iyo Dhakwaan iyo Ricli afar ta qoys oo kulligood ba hal jilib hal qabiil weyn hoos galaw qabiil Bani Sulaym la yidhaahdo hoos galaan inta waa reer Banu Sulaym waa jilibyo kulligood reer Banu Sulaym isla ah Anas baa wuxuu ka sheekay waxaan u jisay wuxuu maalinka dawaan u madina iska jooga يو ادرك ابو طلحه و هو ييري انا زو مكوتو سامانتا نينكي ديلي ابتيغا حرام الملحان مكوتو سا اتصبوري فعل الله به وفعل الى هي هبا بيو دفاكو لعنتها كو دحدي اتصب مانتا وان كلا بخينا غازور او ترتيب نينكو نينكو اسلام واكب نينك عدو الله يا ابتيغي ديلي اسحاب عدو الله ويقانين وصو اسلام هاك الدنب جبار بن عبد الاسود بادلي ما عامر بادلي والله شيغا جبار با لهبا اسلام نمديس ان مركا او جيد ابو طلحه لهبا انت كلام مرن با كتاغني
أول سيدا قلنا ما تأي يا هيد أرز وحولك سيدا مكو كور رمي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم ورقاسه شنب من بلدان قنوذي وهباري اللهم 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 لعن رعلة وذكوانة وعصية عصت الله ورسوله واتقرنا إذا عدد صحيحين غير كيبا قويس كيو يبابئي الصحابة تضباطن كاهيد تضباطن صحابة يطبان كيكوه الرئيسي مغوي سديتا بالقدهد أيضا ودب كارد عين نبي هل كان كواسيه وذا ريه هو ذي لينك أها دلائق ودي أها ريب من اللحيان كتر سنة نبي وكي أدري عبد الله بن أنيس الجهني أو يري أفلح الوجه ننكاس عيدا بوضوما هيا عرانا كورك يدو تشوك السودل صحابي قيلي ولي بلاد كما عبصني أتقول بأي نكشكي النبي بخور ذا سينجري وشان هايسو هذا دي مطان هلو قلح حبالو محاجرة آخر روح بكورة وطو مطوبة وطو حرقونا كلي قابا صوبة حيوان كوك قرن لي صحابي إذن محاكينا النبي وإنتن أدو تضباطا دقاق سيديتين هدي لقادلو وروا كبابا لي ميشو حدي لايد دقال كمين قتشو شي وال لأيضاي فإذا هذين إني لقمات لباباء مقدير بالرسول دحلي توتي أنا عاد قول له سيدة سيد إبراهيم ديري بيقال نقول له وركان الفان دي بارمبر قاعدة قاعدة هذا علماء المسلمين تحكوا إجماعين قال هذا الضيال كذا دي الله بالله دين تودي إيو لدقال لنكوضو هذي مفسدو كبضان تهي لدقال لنكوضو إنا اللي توتشنين aan deyno yen la dagaalamin imay food aan gelino nimanka way kibreene hadii food gelinto lagu baabi naf iyo maalba jihad loo joojin may ittifaqan oo ijmaacul muslimin jihadku izii sharaf baa lagu raadiyay ma masaladu ma aha xoolo badan baa la helay rag badan baa nool iyo waan firanayna iyo jacaylay baan toona baashu ma ninku waa inuu dareemo he inaad dul aqbalaynin شرف إيه عزو أما جيري جبنيمة أما جيري ما قشين سمال وين تقعنا جبنيمة إيه أما جيري جوش واباب كله وذاك الرمي بور كيسو وهي عود جبنيمة حقيقة صواري لقى أضيء ما يا حقيقة صواري معناها صلنا بكو كهلا يا أو وضع ولذلك سيدنا أبو بكر النبي محمد بلا تربية يي دقالكم مرتدين أولق قالي أنت كل ما تي صحابة كل ما تنحت كم دمن دور إيه طبعاً كسنة بيقول دجال لما يا ما طبعاً كسنة بيقول دجال لما يسحب عن شهيدين بعد دجال كل هذا السنة كل ما تي خلافة سيدنا عمر عثمان علي يا النبي محمد أنتوا دجال لما أنت أصل سودة سحب عن شهيدين بشهيدي دورك بلود ونبي أو بكلد قال المرتدين تريبا حنيفة صدح بقوله أنصار تبقى اسمع اسمع جودي لما تشي علماء فقهاء مهاجرين وركض بجوجي عرب تريبا دي مسلمين تسوق قرب وركض جوجي يمن ركي يمد هاو مشرتو هاو شو حوي جبني ما أما جيري بيتجيسا جات وصاص ويقانا وذا ده إن الصومالي نوسو دقال لما تشري إلى الصومالي دور ما يدش شيء سومالي دان تيدي دين تيدي حد كهد دتك ودقال لما جري أما كتر وذا دوب بيعين وذا يهبل با سومالي وحقه بتعاري كينا وذا يهبل أو بلباد يا نمضان يا ملاقة هايو ملقي جلة يا قوم يستكفر تقول دقال لما مغليسا بلو اسكتش بي وات مغليسا بلو اسكتش بي يهبل بافرتن بوابري ويرري إلى قو قبر تاجن لو وركا هولي نوي لكن أمتي دان تدي الدين تدي بدفعوا قالوا فود الجليي عدة كم مغليزان هاي وعلماءهم أحمد جوري كسب بالله شعال مجرتن سوغارد محاط صوب مرتين عبد الحسن سيد محمد عبد الحسن علماء الحالة عيدين شيء يا شيخ بشير يوسف شيخ حسن برسانة شيخ عمر قولي محان كورا ذاي ودادي هل كان كده قال لما يكون فرط الله بتركيضه إلى جارس الله سو جارو وامو وذاديك الدجال لما تجري وامو أفهمدو يقول كاي كسماي كل علوم بيها هاي أنت نكل محاضر هيدين ها حلي إرمانيس مهمد مركو أسدا
لما ايغا رغا دمانيه يي مالكا دوميه مغعه يي شرفته يي غوبنيمدا لا قيميا marka باب الجهاد لمريو معناه واسدا وعن الرسول عفوا وعن انس قال وحوري غاب عمي انس بعاوين هيستي الانصار بو قدش يقويس غادي دغال رمتدا غاب عمي انس النضر اديركي انس النضر با وحو كمقنا عن قتال بدر دغالك بدر فقال وحوري يا رسول الله رسولك دغالك بدر دغال لو تلقلين با لو ادوقتيني صحابي الاورنجري بسبسه وسردون اهو مخابراتي اها يا نبي من ظهر أصوغ النبي محمد كولون يدي عيدين أبو سبيه قامني جيد دي مرد ومرها من ظهر نبي وحيوري انتو رواقيب وصحابي نينك قايدك سؤو الدياري هاشي أما فرسك سؤو جوغ سيدك ساو صبحو نبي الله بنان كاكو رأور بناك مايا هاول دك دقان أبحي ناي نينك هذا ديارها صبحو صحابي دورا بحضو قراني سيدح بغير أوري طمانهي وأنصاري أبطني dagaal noocaas ah oo lagu talagalay ciidan kolonyo oo ganacsado alaab badan in dab la soo siiyo dagaal baa lagu talagalin marka anas ibn nadar iyo jamaa min ashaabu farbadan baa maqna faqala wuxuu yiri ya rasuul rasuulki ilaahi wa ghibtu waxaan ka maqna oonan ka qayb gelin aan awli qitaalin dagaalku u horeeyo qaatalta mushrikiin dagaalku u horeeyo gaalo isku heesheen baa nabi allah ka maqna laxaw iyo xanuun buu igu haya la in allah ashhadani hadu rabbi ga qayb geliyo قتال المشركين دغال لبادو غالا لا دغالميو لا يرين الله اله وحو اركي دونا ما اصنع وحان دغو نبي الله انا سوا دارتي دغال دمبي اود غالا فود اسغريسان هدان غوب جوق نوقدو وحان سميو اله هو اركي دونا بور فلما كان يوم احد مالك احد مركو لا غارو سنه كده صدحات با دا اسل سنه بدر وسنه كد بلا كد با ان كشف المسلمون مسلمين تبا بقضي وحقو عرري قيبت أهو الرئيسي مكا اللي انت طريق بضها يساني حقو وافيد مين وإن مسلمين تكمده نبي محمد يسحق جماعان رقاقين باجرته فقال وحوي أنس من نظر أذيرك أنس اللهم إني أعتذر إليك الله وحنك أقعدر دارنا مما صنع هؤلاء مسلمين تعرّي بغض وحي سمي يعني أصحابه وحوجه مسلمين تي. وأبرو وحان اسكت كورن اسكت وهايا إليك حق هذا اسكت دوي مما صنع هؤلاء يكون وحي سمايونو قال يعني المشركين مشركين بوجه ذا ونبي محمد المسلمين تبي الله قال لهم إياه قال لماذا ضي حمانتي كون كو كجرا نواك هذا بري النقضي نيمان كان فلكي سمايون نواك عدور دارني فقه صوب في برائي وحوك لقى اعتذار فرق بين البراءة والاعتذار فقه والله شاي باش وحوك حكم برأدو قالوا كبرين نقنية ولا لها مسلمين تخلق كي سمعين وكعدر دارنية أخياري وحيسان فوفسني بأوصو حراضي هبلو رال لأهوي ما أنا كنت لقلين مفلين إني عرر هيان بقان هيان ثم تقدم هروب بحي فاستقبله وحكوه ريمد سعد ابن معاد وسيد كرياء أوسع وقاس كدرنا جيسي وصغن رقي صنق ذي بقان هيان أياكوه ريمد فقال وحري يا سعد ابن معاد يا سعد المعاد أنا سمي نظر بورني سعد المعاد الجنة ورب النظر جنة بان وحان كيه لها يا نظر ربي بان كدارتي إني أجد ريحها من دون أحد عرفت يدي يا صحن صحن يدي بان وحان كيه لها يقوغ أحد إن كسي تشيدو ملك سو كسي يقصو عرف إيسا وميش الله لغي برت عرفت وكيه برت الله لغي وكشي فقال سعد المعاد وحيري فما استطعتم ما أودي يا رسول رسولك إله يو ما صنع وحو سمايي ان انو نقدون راعو ان دبك لا غلو وان اود وايو وا صراحه وي وا غبنيمو ادو حدي انو كارت ملتري بان ودي موقتahay نينكو اسغا اس هليغي باشو حيلاد باي وبان مسلمين تحا وها ما يقانا رنت يقانان فما استطاع النبي الله ما اود ما صنع وحو انس نذر سمايي انو ما اودين قال أنا سعودي مركان أو أذكر رادني فوجدنا به وحانو كأرقني بضعا وثمانين دور إيه سديتا ضربة رفشو بالسيف سيف لقود رفطيئة أو طعنة بالرمح أمورا لقود تماتيئة أو رمية بسام أم الليب لله ليئة تضباط سديتا دور نبار بانو كأرقني بوري أو سود حيال سيف ورن يفلات ووجدناه وحان هلليب وقد قتل
أسوه للدلي ومثل بالمشركون مشركون أنت كعرف الفرين أي سورة بالدليل فرها هي صنك هي بشمها هي عرف كي عيك عيجوجيين لها قرين وأنا ما وراني ميد محل أحد قد بهيا فما عرفه أحد آدم ما قرن نبور أحد قرتله وهي سحابي أنس نظرة إلا أخته ببنانه ولا شيء واحد قرته فريريسي هي فرها اللغات فريري فراسي قرته كلي وقال هذا كل بعدين شيء أدونك روحك وقش على ولا شاء أدونك روحك وقش على والدك أهين ولا شاء سموكتي ولا شو وقالي عبد الله هاي بالعانت هذا معها ولا شوي يا أخت شقيقة هذا شو من الأباء كل بتمية سيدو ولا الأباء كله وذاك أما هو ياه كله وذاك أما اللحم يعني نقطه ولا شوا قالي تاريخ الدبو أخرية جنكيز خان مركو قبتي قبادي وراكيد بتبايس ويل كيدي ينن كيدينا تتريها اللي درسوا ما هي تاريخها جنكيز خان بانتو قليه ما وراء النهر بابييب ومالو حسوقبتي نن يويلو للاي يسي ديجي بسوكير اسلام باتي من مركو دعوون يسي ارقع بقرو حياتي لصد حضان من نوا ننكي من نوا ويلكي من نوا ورالكي يسي ده حور صدح ذا ميت كدور هل ميت كدور انت كلا ودي لها ياي بحسي دين لي مجرتي صدح ذا انكو صوفر انها تاقا هي ميت كلا بح ما بين الله اللي حنبا ولا لك يتبين الله بحضا مكي ولا لك الله قاق ذي وحوري مرخو روي دونين كاد او واكا يتري او ولا لك انا واكا ويل كاد او واكا يركا ميت كدور ويولي ولا لك يتبين قعان تقبسط قال بعض النعقل بدن بقول الله يحول محاط ولا كاكو دورته وحياة النين وال له لا ولا وال دلابيت لكن وال جاي دلي نين وال روسي مرك حيو اسك فدون اسك غروبيو ما لها سميت كراتن هيا ولا هدو الى هي سيو وال دلي لكن وال وحي تري مايا دقيده دماده وال دم ما جرو وال كيبا اي مهمسن حوري صدح لو كوسي أورا الله تك قبر قبة تاي أخيار باط حوري صدح لو كحيس وعفي ولا الوح لورد يجمع شرته وركم ما هتكبحه فما عرفه أنت عكفتم وي فما عرفه ما قر إن أحد آدم إلا أخته ولا شيء ميون أو كجرتي ببنانه فريه سبى كجرتي فريه وح كنا ولا فري راضع أما كل قدام كل قدام كل قعمها بكجرتي قال أنا سوحوري كنا نرى وحن واركيني او نظن امام فيليني ان هذه الايه ايضا تنزلت لكسودك فيه في انس من نظر وفي اشباه الصحابه لم تكا ايات معي ايات ايات سوره احزاب من المؤمنين مؤمنين تاله رمي وحاكمدا رجال رقبا كمدا صدقوا كرن شيغي رمي كدبيي ما عهد الله عليه فيما عهد الله عليه حرف جر بمنها كل اسكا غان قياسا فيما عهد الله عليه وحي إلهي كلب بلمين بي كردبيين بلنتي بي أوفيين رقى إلهي لب بلمين كتب تفاصيل الشيخان حديث قاركون اللغو الشيخ سيرك وعثمان بن عفان مصعب بن عمير صحابة أسوي طلحة بن عبيد الله سعيد بن زيد ضد كاسوي يظل مذا فمنهم وحاكم ذا ضدك إلهي بلنك وقال كردبي من دو القضاء وفيه نحبه نذر كيس شرط كيس نحب أسر كيس هو نذرك يا يعني نحب قال لي هذا نين قد نذر كيس وفيه وشاطي يكسر بحيبا كمدة ومنهم من ينتظر دد كوكرنه يولي آن ديمانين لكن بلنك إلى الله يأترون شيئين وما بدلوا تبديلا يعني مؤمنين ساسا الوية قالنا وحي بلنك رب الله قال إني فوليان منافقين ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا إلى آخرها متفق عليه وقد سبق وحكسور من حديثك في باب المجاهد وكسور مري وعن سمرة ابن جندة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين بن أركي حلق وحان أركي اللبني وجبريل يميكائيل ونؤمن دون حديثك إن شاء الله تعالى كن شنبق الأفرتين لحبه كن من دون صغر دير
حديثه إمامكم وإحالين دونه رجلين بأي رأيت الليلة في المنام نبغو الرياضي رجلين بأي عفوا رجلين بأن أركاتياني إي مدو فسعد بي وحي إلى كورين الشجرة جيت بإلى كورين وين فأدخلني وحي إيقليين دارا دار بإيقليين هي أيضو أحسن وناك بدن وأفضل كقيمة بدن من كل شيء من كل دار لم أرى أنا أراك قط ولقي أحسن منها وحكا قرحسن قال وحيدا لبدي ملك وحيدا أن جبريل ميكائيل ويه أما هذه الدار دار ثم أركيز وحلا مدى آذ ويدي وجنة وحلا مدى أوسن كؤولين فدار الشهداء شهداء دار تودي ويه رواه البخاري بحديث كورية وهو بعض وأنا قبل من حديث طويل حديث دار كم إذا فيه حديث كويمد وحكويمد أنواع من العلم انت حكم يفائد فقه قط من سيئات وحكم انتونا إن شاء الله تعالى في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى كن أشان بغل أفرتين لحتى كفر رسول الله الله بصف عليك وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم الربيع عن حديث كوختنا إن شاء الله أن أم الربيع قبل أن مقعد والله خلده بخاري باكو وهمي أنصاب تقاركون إمامك يا أصماده واكو وهمي جري قبل أن مقعد الربيع بالي إذا أصل كذبا ربيع بنت نظر بالي هذا وأنس إيددي أنس إيددي وي أنس بن مالك إيددي الرنا وي يا براء بن مالك لو عليه هاي العقابة وعلى كاه هاي براء بن مالك يا أنس بن مالك إيددي الرنا وي أيضا هو ربيع بنت نظر ابن مالك عفوا وأصحوي أنا ربيع بنت نظر بالي هذا مالك بقى من نظرة مالك بقى من نظرة وبراء أنس طلعي قبل ما قعدوا واسدة أن أم الربيع بنت البراء بنت البراء ما هي وعمة البراء مش هيسكوا هذا براء إيدي أطهاي أن أم الربيع بنت البراء أي عمة البراء وهي أيضنا أم حارثة بن سراقة توي صحابي يرو حارثة بن سراقة لورنت ريبي هو يو أهيد قبله أتت النبي أتمت فقال وحيت لي يا رسول الله رسولك إله يو ألا تحدثني ما قد إغشي كيسد عن حارثة أي عن مصير حارثة حارثة ما يشو كدن بي ما دي شكت وكان حارثة وحوها قتل ملد ليوم بدر بالد لي أصابه وحاها للي سهم غرب ليب دوفلالة سوى ذلك بأن كتل الميل اسكتاقا يا ليب دوفلالة ميل فقل قصو قناي بها الكردون تاكا قد عوا قاسو دنت ويل يرنا وهو غلام نندل يرنا وهو هذا وير حيث لي قبردي ويل كي حارثها ما نبي الله وركي سي شيكتي مش كدن بي فان كان في الجنه جنده هدو كجرو صبرت وان صبرها يا وفي روايه لم ابكي عليه بيت هدو جنة كجرو كوي ما هي ما برورن هي وصبرها يا وان كان غير ذلك هدو جنة كجرن هول كلا اي جرتو اجتهدت عليه في البكاء وهم بان اوغد دالها يا بيت سفي عم بان برورن نين هو يكتغي بان كدغي مر هدو جنة هي سن هذو جنة هلينا وان لبكي وان عشنا يا بيجري فقال سبحانه عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة حارثة هو يدي عفوا إنها قسع جنان كثيرة في الجنة وجنوين وحوية لها الجنة ما ويلك هذه حارثة جنة ما قيل جنوين بوقلي وإن ابنك ويلكادنا وإن ابنك عفوا أصاب وحوية للفردوس الأعلى الفردوس جنة ما يشأ أصر الرئيس التقي رواه البخاري بخاري بحد كوري رواية حد كوليها فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس هداد إلهي وحويدي سنة إسان جنة الفردوس ويديست سعب وقصدس وحاوي قلبك كوباد أهنت أي قبر كهذا الشيء وإنت أهنت الحرمين أقادة ويوم بدر يوم بدر وصانة كلابات أهيدوي إن ميت كله يان لو ينبو إسكبرنا يتضبر وران يتضوين هوين سوكر إساني يا هذا ترى الله فكيني لا يهاد سووه وحصوكر يسته رشبة اللي هذا يكوت على واقع على اسم الله دب إلهي يرسلك لقى حرم أو شيء هذا مركز ساسي قبل وقع هل نبغون وقع أم صحية وانتم مركز وين بنانيت طوى مسأله مسأله الله بعد ويل كان ويل يربوها بدر مكي الأم قلي سحابة بحي أو ميل بي فريستين وقال كلا سود شيء وحوري أتوفي في رسل كان حارث من سراقة نظارا ولم يجئ لقتال وحديث كده لفت جسوي إنه وحصون في الفريسوين دين دايو أيو أتري ماشة دقال له أمتك هو بنا مودنين أسوي عيد إنك كركي سكت تاجر وحفيرنا يا
بالليل تذكر أن صورنا في برتا كجاب سدي قلف وادنتي قبل رصاصة وش كذي وتقول كذي دقال أمتين مجهادين بنان على سوق شو قال لي بكرة عمود جن العين هاي تري ونشيد كان رقنن تبي النبي قوديس نبي الله ويل كذا دو شهيد هينا فالأمر واضح فلا نغنق فيه بوي هدوس شهيد صوما أو ملح أو آذي وهم بان أو قد يقها يا رواية حد يقول لي تري وإن تكون الأخرى هدوس جنة كجرين ترى ما أصنع بيد نبي الله وحان لقوة أركض دونتها صوباني ساكل هذا وإلا سوف ترى ما أصنع وفي رواية فسير الله ما أصنع أنا أسبح وحيري إددي المويل كاسي كلايد قبل حنون كايد فهمه ما ماذا هو يد حنون كايد ويل كاسي عرر كلايد ويل كلانا ما يسن لهاي ويل كي سيان لهوين بعيد أكتير كغدين طيو دقال كمشي هيدين أدون كن أمتشو درين كاسي قاتي ما بيك ساقو تيميت أما روح شهيدي صحابته رجع يضمر بميز أرجنة هبل حقيقة شراء ورقده شهيد في الجنة إسقى دي شراء هبل مشي ذا الجنة نين كان دقال كما قيب قلين دقال أمت تجين ويل أسيء كلا هيد وبالتالي اللي بدو فلالة ما عدا كوه هاي ويكشف كذا مسير كيس صادرت بعلم حديث كان يوحكاقة حديث فربضان روح مسلم كا أما جهادها كتشرو أما دقالها كتشرو قال كحق درن بها دود الوشهيد ما يشدونها اللي قلت له قال كأحق درن بها دود كدله أو كظلمها يا ظالم فراش كذا بها كود لي حرم كبها كود لي ما لها بها كوعجي معها الواحي امتعان كا يبوع الاسكو قوينها يمعوها ما يا قلت اللي لابيها مربى قال ظالم وكاحق درن هدوك الدلو شهيد باتاي حديث كان يا حديث المالقى قاطي والله سبحانه وتعالى أعلم.